السلام عليكم يا شباب، اليوم إن شاء الله نوريكم قدر الإمكان كيف نستعمل مواصفات التحويل في مادة رسومات الحاسب الآلي. تمام، بسم الله. أنا أبيكم شوي بالباوربوينت بعدين نعطيكم مثال عملي. طبعا هو شابتر 4، تمام، أو شابتر 4. في حاجات طبعا شرحت إن حنمر عليها سريع، مواصفات التحويل وعندنا 2D linear transformation. 2D يعني كلها في نطاق شنو ال X وال Y، ما عندناش الحالة نحنا ال Z. تمام، ناخد الحاجات الأساسية هي شنو scaling، التكبير أو التصغير. scaling باختصار مع تغيير الحجم، chaining هي الإيماء. مثلا عندي هذا مربع، عندي له chaining في اتجاه ال X حيجي شكله. تمام، الروتيشن طبعا الدوران، هذا مثلث نديله روتيشن مع عقارب الساعة. أو شباب لما تقعد عكس عقارب الساعة تقعد الزاوية مفروض موجبة، ومع عقارب الساعة تقعد شنو زاوية شنو سالبة. تمام، الرفليكشن طبعا هو حالة خاصة من السكيلينج. مثلا عندي هذا مربع بنديله رفليكشن على محور الإكس حيكون شكله هيك. تمام، هذا مس برفكشن. هنجي شوية على 3D transformation، بس طبعا هذه مش هنجيب كم سؤال في الامتحان عن موضوع 3D، بس تقدر عندكم معلومة ممكن تستحقونها في مشروعكم سواء في المايا أو البلندر. تمام، الرسمة هذه شباب مهم، هذه تغطي شنو الجانب العام أو general aspect أو المفهوم العام لمواصفات التحويل. هذه حخليها في نهاية سلايد حنشرحها، بس مهم الرسمة هذه تراجعوها. شنو الحاجات اللي نقدر ندير للتحويل انا مصفوفة تحويل؟ عندنا شنو الروتيشن، ترانزليشن طبعا يزعها في اتجاه اكس واي، سكيلينج هو شنو التكبير والتصغير، بروجكشن طبعا هو نية يعني نفس الرفليكشن من عدد. يعني عندي مثلا بروجكشن اسقاط، عندي مربع هذا من نسقط بزاوية معينة قريبة من الري تريسنج. بالنسبة للبروجكشن مش هنعطيها كم انا، بس لما نقول لكم عليه في الامتحان بتذكروا ان البروجكشن له علاقه بالبرسبكتيف مثلا. وعندي شنو البارالل، هذين يعتبر شنو بارالل، هذين يعتبر نوعين من انواع الاسقاط، يعني بدير مصفوفه باش تجيبها. وهذا شرحناه في محاضرات فايته سابقه. وبعدين عندنا مصفوفات، لو عندي مثلا ماتريكس ملتيبليشن، لو عندي اكثر من عمليه ازاحه نقدر مثلا عندي روتيشن وعندي مثلا سكيلينج سكيلينج وعندي مثلا إزاحة، نقدر نضمن كل واحدة في مصفوفة التحويل. مثلا مصفوفة لولا M1 هذه المسؤولة على الروتيشن، M2 المسؤولة على سكيلينج، M3 المسؤولة على الإزاحة. نقدر نضرب M1 في M2 وبعدين الريزولت نضربه في M3 يطلع لي مصفوفة M4. المصفوفة هذه نطبق عليها شنو الإحداثيات أو التغيير في الـ X و Y. فهذه طبعا هم يا شباب مصفوفة الأولى، في الثانية، في الثالثة عندي مصفوفة شنو الرابعة، هذه مهمة تسهل عليك باش في حل السؤال. حنعطيكم الجزئية الأولى ولو في الـ 2D. عادة يا شباب لو ما استعملناش مفهوم الإزاحة نقدر نعبر عليها بالمتغيرات الآتية، وهي شنو A واحد واحد، A واحد اثنين، A اثنين واحد، و A اثنين اثنين. الجزئية هذه التغيير هنا نقدر نضربه في النقاط متاعتي ال X وال Y ويعطيني شكله. طبعا شباب انت لما بتضرب اي مصفوفة شو بتضرب؟ بتضرب الصف في العمود. تمام، والخانة الثانية شو نحطيها؟ الصف هذا في العمود. مثال يعني A 2 في X زائد A 1 في Y وهكذا. هذه بأبسط طريقة دي. هذا في اعتبار ان الإزاحة او الترانزليشن، إزاحة مثلا من نقطة واحد الى نقطة اثنين كمفهوم ازاحة ما تطبقش. هذه هناخدوها في نهاية المحاضرة. ضروري نحن لو بنطبق مفهوم ازاحة نستعمل مصفوفة ثلاثة في ثلاثة، هاي 3x3. كيف شكل هذه؟ خلينا نبدأ اول حاجة مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة اي لو تضربها باي حاجة عليك نفسك، لاني ضربت مثلا رقم خمسة في واحد ناجي يطلع نفس المصفوفة خمسة. هذه هي مصفوفة تحويل، هي عبارة عن القطر الرئيسي بواحد وعندي شنو صفر صفر وصفر وعندي انا الصفر وصفر. باش تفهم عملية المصفوفات التحويل ضروري تعرف الاساسيات وهي شنو مصفوفة الوحدة. هذه طبعا مصفوفة الوحدة هنحاول نستعملوها في مع الشرح، هذا نوريكم كيف نستعملها.
مثلا يا شباب، انا اول حاجه عندي سكيلينج او التكبير او التصغير. سكيلينج طبعا كما بين في الرسمه، عندي اس اكس وعندي شنو اس واي، يعني تكبير في اتجاه اكس واتجاه واي. مثال لو دينا نص في نص، ما تعمل شنو تصغير سكيل، تقدر تسميه حتى تحجيم او تغير في الحجم، بس هو طبعا يقول له سكيل تكبير او تصغير. لو ضربناه في النص بعد شنو الشكل بتاعه شنو بيصغر بمقدار النص. تمام، بهذه كيف نحولها بمصفوفة 3 في 1؟ لو قلنا انا مصفوفة انا 3 في 3، حندير شنو الحاجة؟ حتكتب انا اس اكس وبعدين عندي شنو اس واي، وانا بتخليها كيف ما هي وحدك، متسألنيش ليش واحد. وبعدين عندي شنو باقي بتكتب اصفار. تمام، طبعا انا الجزئية دي مهمة، شفت الصفر هذا والصفر هذا، هذه مسؤوليات على التحويل. بس طبعا هو سكيلينج بدون ترانزليشن او تغيير في المسافه، هتقدر صفر وصفر. تمام، فهذه شكل المصفوفه العامه. يا ريت في الامتحان تستعملوا الشكل العام للمصفوفه، هو 3 3 باي 3، ما تستعملوش 2 باي 2. هذا تضربها في اي قيمه، طبعا هتكتب انا اكس وواي ولو طلعت شنو واحد او صفر ما تفرقش. تمام، تو نحن ندعو على الشيرينج. الشيرينج شو معناتها الشيرينج؟ هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن إمالة للشكل الهندسي اللي قدام. شفت السعادة بدنا إمالة في الواي، في حريق شكلها مايلة في اتجاه الإكس. لو درناها أنا، لو كانت هذه صفر وهذه واحد، هتيجي إمالة فوق. كيف نحولها أنا إلى مصفوفة ثلاثة في ثلاثة؟ بسيطة جدا، هندير واحد 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 مصفوفة لوحدها. شنو عندي جديد؟ صفر، هذا صفر ويبقى صفر ويبقى صفر، وعندي أنا هتكتب شنو؟ واحد. وانا طبعا لو ما فيش ازاحه هتيجي الصفر وصفر. فهذا شكل مصفوفه الشيرنج، نفس المصفوفه هذه في باستعمال 3 باي 3 ترانسفورميشن ماتريكس. تمام، بالنسبه للروتيشن شباب، مهم الروتيشن وممكن ندوخ كمان في حاجه، لان في زوايا يعني. بالنسبه للاله الحاسبه عادي تقدر تستعملوه في الامتحان. بالنسبه لجزئيه الكوساين والساين عادي ضروري تقدر تستعملوه. به انا عندي تو هذه المصفوفه متاعي روتيشن، كيف نحولها تو انا الى مصفوفه ثلاثه في ثلاثه؟ عندي شنو؟ عندي كوساين ثيتا هنا، وهنا عندي ساين ثيتا او فاي، بعدين هنا عندي ساين، عندي ساين، عندي شوي بس، عندي ساين فاي، وعندي هنا شنو كوساين. طبعا في إشارة سالب فوق، والباقي شلون بدير؟ صفر صفر شوي بس. أوضح لك كم طريقة أحسن. الجزئية الأولى وهي كوساين فاي، وبعدين عندي ماينس ساين فاي، هذه بتقعد صفر وصفر لأن ما عنديش إزاحة. وهنا عندي شنو؟ ساين فاي، وعندي هنا كوساين فاي، والباقي نتيجة صفر، وهنا بتيجي شنو؟ واحد. هذه طبعا مصفوفة ثلاثية، ثلاثة باي ثري، ثري باي ثري، لعملية الدوران. فبس يا شباب ركزوا ان هذا الدوران في عكس عقارب الساعة. تمام، اكيد انتوا شنو دوران موجب. لو قلت لك زاوية دوران في الحالة دي الزاوية ممكن 45 درجة، فهتيجي الشكل ده. لو بدير على عكس بدير 45 بترجع عندك حاجة اثنين، يا اما دير 360 ناقص 45، او تدي هنا ماينس 45 تعوض بيها في الفاي. في كل الاحوال الحل هيطلع لك مظبوط. تو ريفليكشن، كيف نحول؟ عندي ريفليكشن هو عبارة شنو؟ انعكاس. طبعا على حسب نوع الانعكاس، لو انعكاس في الاكس بيدي الماينس واحد انا، لو انعكاس في الواي بي. طبعا مثال هذا طبعا شباب مش نفسها، مش شبه بعضها، غير هذا في اتجاه الاكس وهذا في اتجاه الواي. كيف نحول هذه المصفوفة 3 باي 3؟ عندي مصفوفتنا، عندي انا واحد، وانا حتيجي شنو؟ ماينس واحد نفس العنصر هذا، والباقي شنو؟ اصفار صفر صفر صفر، وعندي انا شنو؟ صفر صفر صفر، وانا حيبقى واحد. تعود مصفوف انعكاس على محور اكس، على محور اكس يعني طبعا الشكل هذا بيزلط او هو شكله لا صح.
الشكل هذا بينزل. هذا بالنسبة للروتيشن. عندي آخر حاجة مالتيبل ترانسفورم. شو معناتها مالتيبل ترانسفورم؟ يعني بدل ما ندير نعطي أكثر من عملية، أو لو بحثت في الرسمة هذه، هذه دينا لنا سكيلينج بمقدار طبعا سكيلينج نقصنا بس الجزء هذا، تمام؟ هذا بس نقص العرض كيف ما هو كيف ما قدام في الرسمة. بهذه مثلا سموها ام 1 المصفوفة الأولى. المصفوفة الثانية هي عبارة عن شنو؟ روتيشن بمقدار ماينس 45 أي قد شكلها، تمام؟ أو خليها بوزيتيف 45، تمام؟ هذه بالنسبة لشنو؟ للروتيشن. هذه المصفوفة الأولى، بعدين عندي شنو المصفوفة الثانية، هنجيب ال scaling الأول وبعدين نجيب ال rotation. فعندي أنا مصفوفة واحد بالشكل هذا نقدر نحوله تلقائيا عن طريق استعمال المصفوفة الثالثة، وهي شنو المصفوفة الثالثة نديرها بدل ما كل نقطة نعمل X والواي نطبق عليه الام واحد بعدين الام اثنين، نقدر نستعمل شنو هنا المصفوفة الثالثة. هيك هندير ام واحد ضرب مصفوفة طبعا ام اثنين، بعدين نطلع المصفوفة مثلا ام واحد عندي كام هنا. لو كانت ام واحد يا شباب نعطيكم مثال، لو كانت ام واحد واحد هنستعمل مصفوفة ثلاثية على الأسهل ونص واحد ونص، وعندي هنا واحد باقي أصفار، وهنا صفر وهنا صفر. هذه المصفوفة ام واحد، والمصفوفة ام اثنين هذه الشكل هيك، هي عبارة عن ساين وكوساين اللي استعملناه عن طريق مصفوفة التحويل مثلا 700 مثلا 707 وماينس بوينت كله طبعا بوينت الشباب بوينت 07، وبعدين عندي انا نفسه بوينت طبعا 707، وعندي انا شنو 707، تمام. باقي باش نعبيها مصفوفة ثلاثية ضروري تقدر تشوف فيها ثلاث عناصر، وانا عندي واحد وانا يبقى عندي صفر وصفر. توازي يا شباب مصفوفة ام هذه مصفوفة ام اثنين عن طريق ثلاثة بتلاتة به. وكيف نجيب الام تو الام تلاتة؟ ضرب مصفوفات عادي، هتاخد الصف هذا في العمود هذا وحيعطيك شنو العنصر اسميه او واحد ولا مثلا. بعدين ضرب مصفوفات بترجعون يا شباب الصف الثاني في العمود الاول بيعطيني العنصر هذا، وهكذا تقدر هذه تكررها مثلا لما تعبي المصفوفه من 9 عناصر، تمام؟ تعبينها ما تعبين من 9 عناصر شو بدي بهذا تطلع لك مصفوفه ام 3. هذه طبعا بتطبقها على شنو اخر حل، وهو شنو المصفوفة x و y، واعتبر هذه واحد راح اجيب هذا ال x وتجيب شنو بعدها ال y. كيف ما موضع عندنا في بداية المثال اجيب بعدها شنو احنا تضربها شنو في ال x وال y وتجيب بشنو ناتج المصفوفة الأخيرية، تمام. بالنسبة هذه الشباب هذه لما شرحت هذه مصفوفة ثلاثة بثلاثة، بس مش نفس مصفوفة التحويل. هذه عندها شنو x و y و z، هذه ما دوخش راسكم بها، نبيك ما تركزوا على 3 by 3 اللي خاصة بمصفوفات التحويل الثنائية واللي هي تبقى في الشكل هذا. عندي أنا x و y هذين الترانزليشن، كم إزاحها في ال x وكم إزاحها في مقدار ال y، هذه حتبقى واحد لأنها هي عبارة عن مصفوفة الوحدة. وعندي شنو طيب لو هذه بدي لها روتيشن أو ندي لها مثلا، هتبقى نفس المصفوفة الأولى عندها هذه A واحد واحد، وبعدين عندي مثلا A اثنين
واحد واكب و اي عندي انا مثلا واحد واثنين، وانا عندي اي اثنين واثنين، وتبقى هذه شنو صفر وهذه صفر. طبعا هذه مصفوفة تحويل 3 باي 3 في ال 2D dimension وهو ال x-board. فضروري الصيغة هذه بتجيبوها باش تحلوا بيها المسائل الخاصة بالمصفوفة. طبعا هذا ملخص ندويه من قبل نرجعوا عليه. بالنسبة للكي هذا، هذه تعتبر شنو بتاع الإمالة أو ستريتش في اتجاه قيمة كي في اتجاه اكس. طبعا هذه مصفوفة الدوران الرول روتيشن، وعندي انا الشيرنج الإمالة كيف يجي شكلها. طبعا اكيد الافضل تحول لك تحولها 3 باي 3. كيف تحولها 3 باي 3؟ نفس المصفوفة هذه عندي يهمني انا الاربع نص هذين، قلنا الاي 1 والاي 2 وهذا، بتحطها في مصفوفة اكبر شوي وتحط واحد، هذه ديما واحد الاخرى هذه، وانا حيبقى الصفر والصفر. وعندي هنا تكتب عليها ازاحه في مقدار الاكس وازاحه في مقدار الواي. لو ما عندكش ازاحه في الاكس واي بتقدر دي ما اصفار صفر اكس واحد. هذا حتى كيف تعبيها، تدير واحد انا وواحد انا وانا صفر وانا كي. تمام، نفس الجو الريفلكشن كيف بتديرها. لو قلنا نحول الصيغه الى مصفوفه 3 3 حنديرها بالطريقه هذه، واحد ماينس واحد صفر وصفر، وبعدين نعبي هنا صفر وصفر. أنا مقدار الزيادة في الإكس والإزاحة في الإكس واي، هنكتب وان إكس واي. لو كانت هذه صفر وهذه صفر معناتها ما عادش في إزاحة. أنا طبعا لو أنا هيجي شنو واحد، طبعا حد يكتب لي أنا زي ولا حاجة، زي غلط، لأن نتعامل مع صفة 3 باي 3 تستعمل في تحويلات في بعد الثنائي هو الاكس واحد. طبعا هاي طبعا شرحت لكم عليها بالتفصيل. عندي ملاحظه بس يا شباب، لو انا عندي اكس واي وزي كيف نستعمل مصفوفه التحويل؟ هتجد مصفوفه 4 باي 4، يعني كيف يعني هتجد كيك شكل. اول حاجه هنديروا مصفوفات الواحد واحد، هذه مصفوفه الوحده، وانا هيجد عندي اكس واي وعندي شنو زي، والباقي تقدر تعبينا اصفار وحسب المساله المطلوبه منك. تمام، هذه المصفوفة ال 4x4 تستعمل في 3D دايمنشن. طبعا كبشر نحن تعبنا المصفوفة دي، ففي برامج زي الاوبن جي ال والمايا او حتى بلندر، في بعض الدوال زي الاوبن جي ال روتيتوني يتعامل المصفوفة الأحادية كيف ما عطيتكم في شوية في الجانب العام. تمام، هذه ما بنبش ندقوا عليها واجد، لان هذه مفهوم ضرب اربع مصفوفة رباعية بياخد وقت ولا حاسبة، فتطلعوا برا من الكورس المفروض نعرف الأساسيات الرياضية. خلينا نشرح لكم على المصفوفة 3 في 3. كيف ما وضحنا انت في الرسمة هذه، أول وحدة نو تشينج، معناتها ضرب كان ضربها في شنو؟ مصفوفة شنو؟ الوحدة. هذه مصفوفة شنو؟ الوحدة، مش مصفوفة الوحدة، مصفوفة الوحدة. الثانية ترانزليشن، الفكرة في ترانزليشن عندي شنو؟ الإكس والواي. تمام، هذه زادت علينا نفسها مصفوفة الوحدة، واحد 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 والباقي أصفار، وعندي شنو هنا الـ X والـ Y. تمام، هذين هنا مصفوفة الإزاحة. بسكيل عن طريق طبعا الأوريجن، شو معناتها؟ ضروري تكتب نقطة التكبير من الصفر والصفر. شو بيساوي؟ يساوي الـ W والـ H. الـ W ممكن قصده بيها الطول والـ Width والـ Height، عادي ما تفرقش عنا. فالمقدار تكبير أو تصغير في الـ H والـ Y، الباقي طبعا تعبيه اصفار صفر وصفر. ولو ما فيهاش، لو مقدار التكبير في اتجاه الصفري معناتها الاكس والواي بقينا شنو اصفار. طبعا هذه ديما حتجد واحد وعندنا صفر وصفر. به المثال الثالث شنو يقول او الرابع؟ دوران على الاوريجن او نقطة الاصل. كيف تدير هذا الحال؟ هذه هتستعمل نفس الدوال الكوساين والماينس ساين، خديناها من بدري، وعندي شنو ساين، وعندي هنا كوساين، كله طبعا ثيتا او فاي حسب الزاويه. وبعدين لو انت نقطه الاصل هتقدر صفر وصفر واحد، الباقي تيجي شنو صفر وصفر. باهي الاماله من الاماله نفس حتى هو المثال. الاماله طبعا بستعمل، هو استعمل هنا التان فاي، لو بيستخدم زاويه هذه استعمل واحد عادي، فهو مقدار الاماله يعطيك شنو تان الزاويه. لو عندي انا زاوية مثلا ثيتا هنا، شكل المال بزاوية ثيتا هذه فيجي شكل هيك. فالزاوية هذه طبعا بيستعملها في التحويل هذيك شكل هيك.
اعتقد واحد تان او ظل الزاوية، وعندي شنو هنا اخرى صفر وواحد، ولو على نقطة الاصل اعتقد صفر وصفر 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 شنو واحد. طبعا هذه نسبة التحويل. اوكي لو بدير على الواي بتفرق التان بتجي هنا، ما بدقوش عليها واش ام تعرف الاساسيات بس. به نقرا الرفلكت او او الانعكاس، لو بدي انعكاس على نقطة الاصل هيجي يطلع الشكل ده كيف يطلع. هاتوك مثال، انا عندي مربع هذا نبي ندير له انعكاس، طبعا هذا احداثية طبعا نقطة الاصل نقصد فيها، نبي ندير له انعكاس في المكان هذا. كيف ندير له؟ لان هذه نقطة الاصل هنستعمل شنو المصفوفة بتاعتنا وين شنو ماينس واحد وماينس واحد والنتيجة شنو واحد. تمام باقي صفر صفر صفر، وعندي هنا صفر وصفر. طبعا يا شباب ركزوا، الماينس هيد لو غيرناه موجب هتقعد مرة كيف ما قلت لك أنا، هتقعد انعكاس على الواي لو كانت هذه موجب وهذه سالب أو هكذا، هتقعد شنو انعكاس على المحور إكس. لو كانت واحد واحد تقدر مصفوفة واحدة كأنها ما دلنا شيء. يا شباب هذا بالنسبة لأساسيات استعمال مصفوفات التحويل بصفة عامة 3 by 3 في 2D أو 2 dimension. به توا يا شباب بس بنعطيك مثال، نعطيك مثال شوية كعملي ممكن حيفيدكم. به عندي الشكل هذا توريكم، عندي مثلا قلنا عندي الفرشة بس أوكي. باه تو بتحل وتو نحن الفرشة تمام. باه عندي مربع هذا تمام، المربع هذا نبي ندير له شنو نحوله الى الشكل النهائي والدكتور. باه عندي في النص هذه بس للتوضيح، المربع هذا كيف نحول الشكل هذا؟ طبعا هذا شكل فيه دوران وفيه عملية تعشيم. فالمصفوفة الاولى حتجد ازاحة النقطة اللي شفتوها، النقطة اللي حتاخذها بالنقطة تبدو هذه مثلا احداثيات الشباب مهمات ترى بتحل بيها المسألة. هذا اثنين وين هنا اثنين، النقطة هذه مثلا اثنين واثنين، لو دير لها ازاحة هنا بتفطنها، لان يعني هذا شنو المركز، فبجيب مثلا النقطة هذه نقطة المركز وبجيبها هنا ازاحة باش يقعد الشكل بتاعي هيك، هيطلع لك شكل كذا. وبعدين بدير لها روتيشن دوران في محور او دوران حول نقطة الاصل كيف ما قلنا احنا، ادي لها في الاول ازاحة باش اجيب النقطة هنا. تحسبوها انتم النقطة هذه كم تساوي واحد وواحد وتحسبوها، وبعدين شو بدير؟ بطلع المصفوفة تاعك ثلاثية كل مرة بدير عندها مثلا اكس والواي هذه الازاحة، تو لما تجيبها الشكل هذا حيجد شكله شنو؟ هذه المصفوفة الأولى واحد وواحد وصفر 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 تمام. هذا بالنسبة للمصفوفة الأولى. المصفوفة الثانية بدير لها روتيشن دوران هيجد شكلها كالمصفوفة الثانية، المفروض بالساين كوساين باي تعمل الساين والكوساين باش تحسب الدوران سواء يمين او يسار بزاوية مثلا كم 45، بدير الدوران تاع 45. في الحالة هذه انا درت دوران على نقطة الاصل، مش هنستعمل الصفر هذه، مش هنستعمل الصفر، هتجد هذه صفر وهذه صفر وهتجد شو هذه المصفوفة شنو مثلا ام واحد، وعندي هذه المصفوفة ام اثنين، هذه اثنين بتضرب بعدين بس مازال لو عندنا ثلاث مصفوفات تحويل. وبعدين لما الشكل نتاعك يصير دوران بدي لي عامل شنو توا تكبير. لو لاحظت ان المربع هذا والمربع هذا لو حسبته المعامل تكبير يطلع لك اثنين، فحدير مصفوفة شنو ثلاثة وحدير فيها معامل تكبير نتاع شنو اثنين بعد الدوران. طبعا كم اثنين منتظم طبعا هيك اثنين اثنين انا هيك صفر ما دمناش ازاحة في الفليكس الواحد هيك صفر وصفر وانتقد واحد وانتقد صفر وصفر وصفر تمام. اخر حاجة يا شباب شنو لما الشكل متاعي تكبر قاعد كي مش هيبان عليك،
عيد شكلك يزيد كبير شوية، حاول نفس ما كان في التواضع هذا، بعدين بدي له إزاحة المناسبة سواء أو دي له لفظة دي له شنو إزاحة، كيف تاخذ نقطة هذه نقطة المنتصف وتبقى شنو تزيدها بمقدار طولها، شفتوا طولها هذا بتحسبها رياضيا. بعد ما تحسب هذا الإزاحة من هنا لهنا يطلع لي شنو المصفوفة شنو الام أربعة، ام أربعة هيك شكلك. طبعا نفس الحاجة ما تغيرش غير الإزاحة، تزيد واحد 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 إزاحة مقدار مثلا اكس داش وعندي واي داش، خلينا بتحسب من الرسمة تمام، والباقي تزيد أصفار تمام. بعد ما تجيب المصفوفات طبعا بتضرب انت، حتضرب المصفوفة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، ضرب مصفوفات بتراجعوا الصف العمود يطلع لك مصفوفة ثلاثية حتى هي سميها ام خمسة. ام خمسة هذه بمجموعة العناصر اللي درناها بعملية التحويل، ام خمسة شو تساوي؟ ام واحد في ضرب مصفوفات ام اثنين في ام ثلاثة في عندي شنو ام اربعة تمام، يطلع لك ام خمسة بالنتائج يطلع لك ارقام، كل ارقام ممكن لو طلع هنا يطلع صفر وهنا صفر وهنا يطلع واحد، ممكن هنا صفر صفر، ممكن تضربها المصفوفة هذه طلعت كم هذه تضربها في النقاط، مثلا لو تضربها في النقاط كل واحدة مثلا هذه نقطة كم قلنا، لو قلنا هذه اثنين واثنين تضربها عن المصفوفة هذه بيعطيك شنو مثلا كيف تضربها، تاخذ المصفوفة كاملة تضربها في الشكل ده اثنين واثنين، وانا ممكن تخليها ما انا معاش في معي العنصر تخلي صفر واحد فيعطيك شنو مصفوفة جديدة في النقاط الثلاثة، مثلا هيطلع لك انا قيمة وانا قيمة تحسبها ويعطيني النقطة هذه، ممكن تطلع واحدة من النقاط الثلاثة هنا وتبقى تطبق بالنقطة، لما يجي عندك أربع نقاط توصلهم بالشكل هذا يطلع عندك شنو يطلع عندك الشكل النهائي تمام. هذا بالنسبة اللي قدرت نوريكم في مفهوم عملية استعمال مصفوفات التحويل. هذا بس كيف نطلع من هذا. اوكي هذا بالنسبة لبرنامج فيزو تمام. طب الفيديو راح نرفع، كان فيه ملاحظة أخيرة يا شباب، تسليم المشروع فيه أكثر من طالب سألني عليه، مثلا عندي هذا المشروع بتاعي بتقسمه ثلاثة، كيف شفتوا هذه؟ خلينا ندي كم رسمة خيال. تمام بتقسم يا شباب الرسمه بتاعك زي الصورات هذا سكرين شوت، تاخذ تقسمها هيك بالشكل هذا، الصوره الاولى اللي فيها رندر من المايا صوره من المايا من نفس هذا، الثانيه فيها رندر وعندك الثالثه فيها سكتش بتاعك، كيف شكلها يطلع هيك يطلع شكل الصورة. طبعا المايا الرندر بيقعد جوا المايا تمام، بتخلوه في النافذه تخلوه مكانها اللي على بيقعد شنو هذا الرندر بتاعك او شغلك على المايا. اخر جزء يا شباب القصه انا بيجي عندي اسمه سكتش، طبعا سكتش بتفتح برنامج واحد اخر ترسم دي الاسكاب بنقالك، المهم بترفع عليها هن. بترفع عليها هن. بتجيبها هن. كبر هان شفتوا تواضع سكتش متاعي تمام، اول حد وهذا كله بعدين شنو بدي له تو انت تبي تدير البطمه سكرين شوت على الشغل متاعك في الويندوز، طبعا ويندوز وشفتوا بس بتدور انت في الجهاز متاعك وتختار فول سكرين هذه تختارها تمام،
هيسجلها توا هذه، تضغط عليها أنا بالماوس بالكيبورد لو عندك ستايلس بنينة زي حالتي أنا. خليني أغطي هذا شوي، أوكي تمام. هذه خلينا نكبروها أو عادي بتكبرها أنت حر في الأخير. حتى أنا جي في الصورة أنا توقع لي عليها توقيعك الخاص كأنها لوحة فنية، تمام. وبعدين بتسيفها في المسار متاعك، هنسيفها أنا في أي مسار يناسبك وترفعها لي هذه الصورة هذه بس، تمام. ترفعها مثلا نقولها مثلا على الديسكتوب، ودي له شنو سيف، تمام. خلينا ندور شوي على المنصة كلاس هاب، غير بس ان هذا خلينا نلغي. اوكي طبعا شباب انا فرحان جايب تابلت واكم تاع رسم فمري عليه واش، فشنو نديروا شباب توا؟ توا حنضيف شنو انا المنشور متاعي، تقدر تكتبه باي طريقة، تمام. وتكتب مثلا here is my 3D project، تمام. here is my مثلا، طبعا انا في space مش قاعدة، مش عارف كبرها ولا قلها بابك. المهم خلينا نطبع طباعة خير. Here is my 3D project، تمام. وبعدين نختار الصورة متاعي، نختار الصورة متاعي اللي رفعتها، والفيديو هذا حنرفعه توه على اليوتيوب ان شاء الله تستفيدوا منها جزئية المصفوفات والمادة بصفة عامة، تمام. Good luck يا شباب، وان شاء الله أن ربي أعطانا عمل مادة تصفى وتقابله في كورسات وعدات أخرى. سلام.